شو فيك يا سعيد تدور في مكانك؟ أوه. ضيع مفاتيح سيارتنا، وهالشي يتكرر معاه مؤخرا. مشاكل الذاكرة تسبب التوتر النفسي والإحباط والإنهزامية، وهي تبدأ خفيفة لكن ممكن تزيد مع التقدم في السن. عالميا معدل القصور في الذاكرة عند كبار السن فوق 60 يتراوح بين 25 و50%. وذاكرتك يبالها تمارين يا سعيد. جرب الكلمات المتقاطعة في الجريدة، أو لا تستخدم الجي بي اس في السيارة، أو حاول تتذكر أسماء المحلات اللي شفتها وانت وساير مكان معين. وعود روحك على التنظيم، دوم رتب أغراضك، ولازم تنام بشكل كافي يا سعيد عشان نحافظ على ذاكرتك. وأنا أقصد النوم بانتظام بين 7 و8 ساعات يومياً، ولا تتأخر في السهر. الذاكرة بعد تحتاج للفواكه والخضروات والحبوب الكاملة وبروتينات قليلة الدسم مثل السمك، الدواجن الخالية من الجلد واللحوم الخالية من الدهون. وين بتشرد من الرياضة؟ 150 دقيقة أسبوعياً من النشاط المعتدل، أو 75 دقيقة من النشاط القوي. صح لسان اللي قال العقل السليم في الجسم السليم، وعساكم دوم بصحة وسعادة.